في يوم من الأيام كانت الأرض ساحة ألعاب كبيرة لنا نحن الميكروبات. كانت أياما سعيدة، كنا نمرح بحرية ونساعد أو نضر الإنسان والحيوان كما نحب. وذات يوم اخترع البشر مضادات الميكروبات التي سلبتنا قوتنا وجعلتهم يتحكمون بنا. لم نعد أحرارا لإلحاق المرض والموت بالإنسان والحيوان والنبات. ولكن انتظرنا، ثم ارتكب الإنسان خطأ فادحا، فقد استخدم هذه العقاقير الثمينة بطرق عشوائية على الإنسان والنبات والحيوان، فأدرك بعضنا أنه يمكننا مقاومتها. يسمي البشر هذه الظاهرة مقاومة مضادات الميكروبات، ونحن نسميها استعادة السيطرة. والآن نحن الميكروبات المسببة للأمراض يمكننا الانتشار بشكل أوسع وأسرع حيثما تسود الفوضى والأوساخ. إنه لأمر عظيم لنا عدم التزامكم بالنظافة وباستخدام الماء والصابون، ونفرح عند إلقائكم لمضادات الميكروبات في المراحيض أو الأحواض، فهي بذلك تنضم إلى مستعمراتنا الكبيرة الموجودة في مياه الصرف وشبكات الأنهار وتجعلنا أكثر قوة. أما المستشفيات المدارة بشكل سيء فهي جيدة جدا لنا، فهناك نتمتع بحرية التكاثر ونصبح آلات قتل فتاكة. مضادات الميكروبات التي يتم إعطاؤها للحيوانات لجعلها تنمو بسرعة وليس للسيطرة على الأمراض أو لعلاجها، تخلق جيوشا جديدة من الميكروبات أكثر مقاومة. والجميل أن أبسط اتصال بين الحيوانات المصابة والبشر يمكنه السماح لنا بالانتشار. يمكننا التواجد بالأطعمة الملوثة وعلى النباتات وفي التربة والمياه. قد نكون في أي مكان، فقد استرجعنا بعضا من قوتنا. ولكنني أصبحت الآن قلقا للغاية. بدأ أعداؤنا في العمل معا، فالمنظمات العالمية والدول شرعت في التنسيق بين كافة القطاعات، من صحة الإنسان والحيوان والنبات إلى الزراعة والسلامة الغذائية. أصبحوا يشرحون للناس كيف يمكن إيقافنا بتناول مضادات الميكروبات وفقا لتوصيات خبراء الصحة كالأطباء والبيطريين، وكذلك بالإدارة الجيدة لمياه الصرف والحرص على حفظ الصحة والنظافة العامة في المستشفيات والمزارع. قد يصبح الإنسان أكثر فطنة وحكمة وقد يهزمنا. إنها كارثة. تخيلوا لو استمع الجميع لنصائحهم. لم أعد آمنا، فقد تختفي قدرتي على مقاومة مضادات الميكروبات. لا تسمح لمقاومة مضادات الميكروبات بالسيطرة. تحلوا بالمسؤولية عند استخدام مضادات الميكروبات.